أكد مصرف الرافدين استمراره في صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين عن طريق أدوات الدفع الإلكتروني. المكتب الإعلامي للمصرف قال في بيان له أنه بإمكان الموظفين والمتقاعدين من حاملي البطاقة الإلكترونية تسلم رواتبهم من أي فرع من فروع المصرف أو من أي مكان آخر متواجد فيه. وأضاف أن المصرف وأثناء انقطاع شبكة الإنترنت اتخذ خطوات حثيثة وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة من الدوائر الأخرى، وتمكن من صرف رواتب المتقاعدين وبسهولة وانسيابية عالية.